سوتيكا شركة للخدمات الكهربائية والتسليك والأوتوماتيكية بقدرات وكفاءات عالية لدراسة وتنفيذ مشاريعكم. سوتيكا متحصلة على أهم شهائد المواصفات العالمية. سوتيكا الشركة الرائدة في تونس وفي الخارج. سوتيكا your reliable partner in electrical solutions. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الاستثنائي من رجع صدى. رجع صدى اليوم باش نحكي السياسي، التطورات الأخيرة والحلول المطروحة للخروج من الأزمة للبلاد التونسية. ضيوفي اليوم معايا في الاستوديو سي عبد الوهاب المبروك، قيادي وعضو المكتب السياسي في الحزب الجمهوري. أهلا وسهلا بك سي عبد الوهاب. كذلك معي في الاستوديو السيد جبران طرابلسي، محامي وناشط حقوقي. أهلا وسهلا بك سي جبران. عبر الهاتف ايضا مش يدخل معنا ان شاء الله بعد شويه سي عبد اللطيف المكي اللي هو عضو مجلس الشورى لحركه النهضه، باش يحكينا على اخر تطورات في المشاورات والحوار الوطني. كذلك سي محمد عبو امين عام حزب التيار الديمقراطي، باش يحكينا زاد على المبادره نتاعو او المقترحات نتاعو بالنسبه للازمه هذه. باش نبداو منذ اندلاع الازمه، كان نجم نقولوا اندلاع الازمه منذ اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وقت اللي طالب النواب وانسحب العديد من النواب طالبوا انهم يحلوا المجلس التاسيسي، ومن بعد فما تفاوضات مبادره من الاتحاد العام التونسي للشغل واطراف اخرى راعيه للحوار الوطني، المعارضه تتكلم، الترويكا تجيب، والعديد من التفاصيل. نبداو بالمجلس التاسيسي، باش نبدا مع سي جبران. المجلس التاسيسي حلوا والفتره هذه فما عقد جلسه تشاوريه، ثم منذ يوم تقريبا السيد مصطفى بن جعفر اعطى كلمه للشعب التونسي وكذلك دعا النواب باش يرجعوا. هذه العراك اذا كان نجم نقولوا بالنسبه للمجلس التاسيسي، مجلس يتوقف، مؤسسه دستوريه، هل يجب احترام مؤسسه دستوريه خاصه في هذه المرحله؟ والله بالنسبه للمجلس الوطني التاسيسي هو مكسب بالنسبه للثوره التونسيه. كيف خرجوا في المتظاهرين وخرجوا الثوار في قصبه واحد وقصبه اثنين، نادوا اول ما نادوا بعقد مجلس تاسيسي، بعث مجلس تاسيسي. مجلس تاسيسي لواه باش يبعث دستور على خاطر الشعب والثوار يتذكروا كالطغيان ويتذكروا التقاليد الباليه والدستور الذي اصبح خرقه باليه لا يفي بتطلعات الشعب التونسي وباهدافه وطموحاته في التحرر والانعتاق وتحقيق ديمقراطية حقيقية مش ديمقراطية مزيفة. وبالتالي احنا كنا استبشرنا خيرا بالمجلس هذا، وخير الدين على ذلك الأفواج والعديد من الناس اللي خرجوا باش يصوتوا باش يدلوا بأصواتهم يوم 23 أكتوبر اللي هو يوم مشهود، هو عرس للديمقراطية التونسية، هو 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 تحقيق الفعلي للثورة التونسية. وقتاش عرفنا ثم ثورة؟ وقت اللي رينا هيك الأفواج وهكا الشعب التونسي بيطم طميمه خرج وعطى اصواته. صحيح ثم بعض اللي هما اغلبيه صامته، ثم بعض اللي يقولوا اغلبيه صامته، صحيح، لكن اغلبيه الشعب مشى وقدم وشارك في العمليه الانتخابيه هذه. وبالتالي فانه لا احد يمكن ان ينكر انه تمت الانتخابات في كنف الشفافيه وتخلق هذا المجلس هذا التاسيسي اللي استبشر به النواب، معنا النواب والشعب خيرا. وبالتالي فانه ليس من الوجيه في شيء انه المكسب هذايا والحلم هذايا اللي يتحقق بكافه ايادي وعقول الثوار والشعب التونسي ينهار هكاك فجأة ويصبح الامل خيبه والحلم يصبح معناها غير وجيه ولا يستجيب لمتطلبات هذا الشعب. وبالتالي فانه ليس بما وجهه بمكان انه نحلوا المجلس هذايا التاسيسي، وانما يجب ان نحافظ عليه. نحن شنو احنا؟ احنا شعب، احنا هويه واحده. لا عندنا لا تعدد اجناس، لا تعدد الاعراق، لا تعدد ديانات، حتى معناها بعض الاقليات البسيطه جدا هي محترمه في بلادنا. ما تاثرش بالكل، ما تاثرش. وبالتالي فانه في العائله الواحده نلقاو فيها الممثلين هذوما بتاع المجلس الوطني التاسيسي، ثم في العائله الواحده نلقاو الاسلامي واليساري والقومي في نفس العائله. وبالتالي علاش احنا في نفس العائله هذه؟ العائله هذه اللي نراوها تو موجوده واللي هي تمثل الشعب التونسي ككل، احنا ما نقعدوش فرد طاوله واحده
ونتعشاو مع بعضنا ونفطروا مع بعضنا، نجموا ولا ما نجموش؟ وبالتالي فانه ثم ارضيه مشتركه بيناتنا اللي نجموا ان نلتقي فيها. وانا انا كرجل حقوقي ومن ناحيه الاخلاقيه زاده ومن ناحيه القانونيه لا بد من انه نتحاور ونتفاعل داخل ذلك المجلس، ولا يجب ان نحول صراعاتنا الايديولوجيه القديمه. عندنا ارث تاريخي قبل في الجامعه عشناه في السبعينات وفي الستينات، عندنا صراعات ايديولوجيه صحيح، لكن ما يجبهاش تسقط هذا اليوم بعد الثوره. احنا معناها في بالنا باش نفكروا في الكرامه والحريه والديمقراطيه وتحقيق النموذج المثال التونسي اللي هو نجم ننهضوا به في بلادنا ونحقوا اعلى مستويات نتاع تنميه. ما رانا الا نناقشوا على مسائل هي اكل عليه الدهر وشربه، حتى بالنسبه لاعرق الديمقراطيات الموجوده في العالم تخليت عليها الاشياء هذه والصراعات الايديولوجيه والحزبيه الضيقه التي لا تفي بالحاجه. وبالتالي فانه لابد من صوت العقل ولابد من الرجوع الى المجلس الوطني التاسيسي. ونرى لا الشارع ما هوش حل بالكل. انا نرى كونه الشارع مش حل، الشارع استعملناه وقتاش لمواجهه الديكتاتوريه، وانما اذا في مجتمع ينحو الى الانتقال الديمقراطي. طيب. ماذا بينا انت تخرج شكون في الشارع وانا نخرج لك شكون؟ سؤالي باش يتوجه لسي عبد الوهاب. هناك العديد من النواب اللي هما منصحبين ومطالبهم يدافعوا عليها زملائهم اللي هما في وسط المجلس التاسيسي، يعني النقاط اللي خرج نادى عليها النواب المنصحبين والمعارضه خرجت نلقاو زملائهم في وسط المجلس التاسيسي ما حبوش ينصحبوا ويدافعوا على نفس النقاط. ما تراش انه يعني نفس السيناريو نحبوه يكون تاع مصر، انه حل المجلس التاسيسي، انه اندثار المؤسسات الدستوريه، مش واجب انه نحترم المؤسسة الدستورية في هذا الوقت، وخاصة هذا على عاتق المعارضة قبل حتى الحكومة، يعني معارضة تحافظ على مكسب كما هذا. وهو سي مصطفى بن جعفر في كلمة الأخيرة ادعاء النواب أنهم يرجعوا لأشغالهم، يرجعوا لاستئناف الجلسات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكورة أخت مروة على استضافة لطيفة، رحب زميل محترم السي جبران، وتحية كل مشاهدين قناة القلم، ونتمنى لولا الإشعاع. في خصوص سؤالك نحط المسألة في إطارها. النواب المنصحبين عندهم سبب أن ينسحبوا في ظل اغتيال سياسي حدث جلل. أكيد مسألة التعليق عندها أسبابها واتفقت عليها جميع الأطراف مكون الأعضاء المنسحبين. سي مصطفى بن جعفر مشى في التعليق لأن البلاد وصلت إلى الأزمة، إلى طريق مسدود، حاول أن يعالجها بالتعليق. هو حب أنه يمتص غضب الشارع، هذا حسب حتى تصريحاته اللي كانت خفية وموجودة في بعض وسائل الإعلام. هو امتص غضب الشارع وقال توا حان الآن، إذا كان هو سي مصطفى بن جعفر لا يؤمن بهذه المؤسسة ما يدعيش في كلمته الأخيرة، يقول يجب احترامها وندعو النواب المنصحبين أنهم يرجعوا. شوف، مجلس تأسيسي وقت اللي ذكر خويا جبران أنه نديت به القصبة اثنين وعديد الأطراف، رغم ثم شكون قال نصلحوا الدستور قبل نتاع 59، لكن وصلنا الى المسار الديمقراطي في احداث المجلس التاسيسي. لكن المجلس التاسيسي الى متى؟ عملنا من، لكن ما وضعناش الى متى؟ باسم الشرعيه يتواصل العمل، لكن ما وضعناش سقف، ما وضعناش رزنامه لاختتام اشغال هذا المجلس ولصياغه الدستور. هنا ثم اطراف وشق من الغالبيه انه حاولوا يطولوا المرحله، لانه ونكر سي جبران المساله الاخلاقيه. الاخلاقيه راهو اكثر حتى من القانونيه. حتى في ديننا جئت لما قال سيدنا معناتها جئت لتم مكارم الاخلاق. الجانب الاخلاقي، احنا في جانب اخلاقي سنه واحده ليتم الدستور. المجلس التاسيسي لماذا؟ هو لاتمام الدستور، لصياغه الدستور، ليس للحكم. هنا الخطا اللي وقعنا فيه الناس كل هو المسار الخاطئ. النواب فاقوا المنسحبين باش يصححوا المسار. لانه انتخاب فاقوا، سامحني، فما زملائهم الدافع على نفس مطالبهم في وسط المجلس ما خرجتش. طالب لا، مش ثماش راهو جماعه طالب وباسمهم الاخرين، لا، كل واحد نايب شعب، كل واحد عنده كتله نتاعه، ولهذا والرئيس تعلق اشغاله، لهذا ما نجموش يخدموا بطريقه غير قانونيه بدون رئيس، ويخدموا الاجنده الاحزاب نتاعهم، وفي ضد إرادة بقية المنصحبين وضد إرادة الشعب التونسي. بعد بون نقول شق الشعب التونسي. لو فرضت المعارضة وجودها
بطم طميمها قاعدة راهي ما فرضت ما خليتش تسريبات لأجندات حزبية. شوف ما غير ما تنسحب انسحبت وعلقت الأعمال ورجع. شوف نبدأ أن شنو السقف إثر الافتيال نتاع 25 جويلية في يوم تاريخي وفي يوم رمزي. الناس مشيت إلى حل الحكومة ثم حل التأسيسي لأن السلطة الأصلية والسلطة الفرعية. حل التأسيسي مشاو الأخوة بعد تراجعوا عليه في مبادرة 29 جويلية، لكن حتى شق المعارضة تراجعت على هذه، لكن مع شرط. شرط أنه نضع أجل لاختتام أشغاله ونضع رزنامة وسقف لانتهاء الأشغال وصياغة الدستور وصياغة الدستور توافقي وإحالتي على هيئة خبراء. مش ما نقدوش هذا زيد دماء زيد دقيق في خصوص النقاط الخلافية. النقاط الخلافية يقع الحسم فيها تحت قبة المجلس لكن في أجال مضبوطة، لأن تو رانا مشينا في شرعية أخرى ليست شرعية القانونية، شرعية الانتخابية هي شرعية توافقية وهي أسمى شرعية توافقية، أنه مع الأطراف الكل في إطار التوافق في ظل الحوار اللي تجرى واللي نادى به الحزب الجمهوري، أنه نمشيو للحوار في 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 دار الضيافة، وكذلك حوار اللي نادى به الاتحاد العام التونسي للشغل مع تحت مظلة الاتحاد. وصلنا للتوافقات، لكن التوافقات اصطدمت بحدث جلل هو اغتيال سياسي. إذا كان مش نتواصلوا إلى متى معناتها هذا الاغتيال؟ وصلنا إلى حد جريمة النكراء بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وصلنا إلى اغتيال ثاني ونقول ثالث اغتيال ثالث بعد لطفي نقل. لكن هذا الاغتيال واعتبر حدث كبير، ثم ناس طيحت منه معناتها ونواصلوا ونخدموا ونعزيوا ونروحوا وانتهى الأشهر. لكن الشعب انتفض، انتفض الشعب. النواب المؤسسين ممكن استجابوا إلى إرادة الشعب لأن فدت ملت من عمل هذية والمواطلة والتسويف متاع المجلس واللي أحداث القاعدة تصير في تحت القبة شيء أسف. هل هذاك هو الشعب التونسي قام بالثورة باش تشوف المشهد ذاك السريالي ومشهد الدرامي والتراجيديا وناس تطق في وريقة وناس تسب في بعضها؟ هل هي هذاك هو الناس مش يكتبون يسبون الدستور؟ الشعب مل، ولهذا وضع حد لهذا المجلس. نعطيك الكلمة سي. بالنسبة للدستور وإعداد الدستور، ثم أشواط كبيرة قدمت في إعداد هذا الدستور. فاضلت معناها بعض الأشياء اللي هو معناها ممكن التوافق عليها معناها بسرعة، وضبط معناها رزنامة لازم يسيروا عليها وينضبطوا بها الأحزاب الكل والأطياف السياسية الكل، لازم معناها تلتزم بها البنود هذه وتلتزم بالتوافقات هذه اللي يقع تقريبا معناها في الربع ساعة الأخيرة معناها من الدستور. وحتى لجنة الخبراء وقع إحالة المشروع الثالث متاع الدستور عليها، ويمكن معناها ثم إمكانية باش تقوم بصياغة نهائية على الالتزام فحوى الجلسة التشاورية. إذا نحب نتأكد ثم حتى موجب باش يقع الانسحاب في آخر لحظة في الربع ساعة الأخيرة. النواب معناتها تكملة لكلامك باش نكونوا ديما معناتها ملمين منذ تعليق عمل المجلس والجلسة التشاورية اللي صارت يوم الاثنين في انه رجوع المجلس حتى قبل كلمة رئيس المجلس الوطني التأسيسي سيد مصطفى بن جعفر. مشينا لوقت الجلسة نشوفهم بعضنا في الفيتير هذايا فحوى الجلسة التشاورية في المجلس التأسيسي اللي صارت نهار الاثنين المنقضي. الجلسة الاستشارية اليوم كانت مبرمجة في ثلاث نقاط: إمكانية الإمضاء على لائحة سحب ثقة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وكذلك عقد جلسة عامة داخل قبة المجلس الأصلية واستئناف العمل بالنسبة للمجلس. لكن وقعت بعض الخلافات خاصة أنه يقع التصويت حول إمكانية الانتقال إلى قاعة الجلسة العامة. وقع إعلام السادة النواب أنه قاعة الجلسة مغلقة وأنها لن تفتح للنواب. كذلك هناك من بعض النواب اللي هو ينتمي لكتلة التكتل في الجبهة التنسيقية يعني لتأمين انتقال المسار ومواصلة أعمال المجلس، سي جمال الطويل قال أنه لابد أن ننتظر ولا نخطو خطوة
إلى الأمام باعتبار أنه السيد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قرر إلقاء كلمة غدا، وربما خلال هذه الكلمة سيعلن عن إرجاع المجلس لاستئناف أشغاله، وهذا ما أثر حفيظة عديد النواب اللي اعتبروا أنه القرار متاع السي مصطفى كما قرر تعليق أعمال المجلس وغدا ربما يقرر إرجاع المجلس لسالف أعماله، أنه هذا القرار لا يلزم النواب وهذه القرارات غير قانونية وإنما كانتش قرارات يعني من نابعة من النواب، وهو قال أنه القرار هذا سيكون باسم النواب. النواب قالوا ما شاورناش لما علق أعمال المجلس وما يجيش اليوم يتكلم باسمنا لإرجاع المجلس، لابد أنه من اتخاذ بعض الأشكال كالاعتصام أمام قاعة الجلسة وعقد جلسة عامة يترأسها أكبر النواب سنن أو دعوة أحد مساعدي الرئيس أو نائبيه لعقد هذه الجلسة العامة. هذه الجلسة متجهة في إطار ضرورة عودة أعمال المجلس الوطني التأسيسي بغض النظر عن قرار رئاسته، بغض النظر عن قرار العودة إلى الأعمال أو عدم العودة إلى الأعمال. تحدث البعض عن الفصل 26 من النظام الداخلي والفصل 27 والذي يمنح النواب إمكانية عقد جلسة برئاسة النائبة الثانية السيدة محرزي العبيدي لإقرار الشغور في منصب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي باعتبار حالة الغياب، ينطبق الفصل 26 والفصل 27 من النظام الداخلي. هناك بعض النواب دعوا أيضا إلى عقد جلسة استهلالية كالجلسة الأولى التي عقدت إبان انتخابات 23 أكتوبر والتي يجب أن يترأسها أكبر النواب سنا، ونقصد النائب طاهر هميلة، لإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس وفق الفصل 5 وذلك بالأغلبية المطلقة للنواب. هناك بعض النواب الذين يرون ضرورة إمضاء لائحة لوم ضد رئاسة المجلس الوطني التأسيسي وسحب الثقة منه وانتخاب رئيس جديد. على العموم هذه الجلسة ستكون سيدته نفسها، وكل ما أستطيع أن أقول أنه يجب أن نخرج اليوم بقرار واضح وبرسالة صريحة سواء لرئاسة المجلس أو للشعب التونسي. نحب نقول إلى الكل هنا راهم مش في حتى حد في القانون. مالوغوزمون للأسف نعاود نقولها، كلهم في حسابات سياسية. واللي هلك تونس واللي وخرنا لتوا واللي أزمنا واللي خلى الدنيا هكا داخلة بعضها وزادوا أزموها زادونا أزمة على أزمة وزادونا فقر على فقر، وبما فيهم إحنا بما فيهم إحنا خاطر نتحمل المسؤولية اللي بدي عضو في المجلس هذايا، هي الحسابات السياسية هذايا. كل شيء سياسي وكل شيء تحت، والمعلن نقاش والجلسه والمداولات اللي معلن عليها شيء واللي تحت الطاوله شيء اخر. فالناس هذه تهاتف تتعارك على كراسي، وزادونا الشعب هذا زادوا تفقير زادوا تهميش، وقت اللي هو الحل موجود راهو يتعارك على كراسي في العالم الكل. الحل اني نعمل لهم اطر ونعمل قواعد للحد من هذه الحيوانيه نتاع السلطه هذيا، لان فما غريزه حيوانيه للامتلاك السلطه هذيا. هذا المطلوب منا ان نضعوا اليات وضوابط تقيم وتضع يعني حد للتغول هذيا على السلطه باش نضمنوا توازن بين الحكام والمحكومين في عدم الاستبداد، ونضمنوا انتخابات نزيهه وشفافيه. هذيك علاش احنا قلنا الحل موش مرحله انتقاليه ثالثه، لانه بلغه اخرى جاوا جماعه نتاع النظام القديم جا قال لي كنا ما نجمتش نروح ابعد انتم باش نجيو نحن. هيك المنطقه ذي واللي تشوف فيه توا المفاوضات ماهيش لحكومه انقاذ شيء. هل تقبلوا بالتجمع باش يرجع يحكم معكم ولا كان تقبلوا التجمع يرجع يحكم معكم؟ توا تبدل اللغه يولي كل شيء مش كارثي، وتولي البلد مش على حافه الافلاس مش على حافه الاستعمار، وتولي البطاله يلقاولها اسبابها ويلقاولها وعود ويلقاولها، يعني يتبدل اللغه وتولي تلمق تولي تتهذب تولي تتسقل، وهم يحكموا هما وفكوا البلاصه ورجعوا النفوذ نتاعهم يا سيد سويت. قلت ليه لا باش نغرقوا البلاد ونغرقوها اكثر واكثرين، مش ردوها على وش الافلاس، ردوها على الاستعمار هاو هنا على الحدود السنه باش يدخل. عوده الى الاستوديو مع ضيفي سي عبد الوهاب المبروك قيادي وقيادي في الحزب الجمهوري، وكذلك سيد جبران طرابلسي محامي ونشط حقوقي. كنا نتفرجوا على الجلسه التشاوريه اللي صارت في المجلس الوطني التاسيسي في حضور الاسبوع المنقضي باش يحاولوا انهم يرجعوا او يلقاو ارضيه انهم يرجعوا للحوار في المجلس الوطني التاسيسي. مدام سامي عبو قالت قبيله لازم انه نوضعوا حد الى حب السلطه والانقضاض على الكراسي. أهمية الحوار سي عبد الوهاب، أهمية الحوار في هذه الفترة داخل المجلس الوطني التأسيسي مش خارجه، لأنه دعوة إلى الرجوع بالنسبة للمجلس هذه قائمة من رئيس المجلس ومن أغلب النواب، حتى المعارضة اقتنعت أنها ترجع. أهمية الحوار في هذه الفترة.
عشكر ما عادش تجي تقول لي انت اقتنعت المعارضه انها ترجع ولا لا؟ شوف انا تو شفت تفرجت على المجلس ما عرفتش انا في مصر ولا في تونس ما عرفتش خلال حتى اربع ايام دراسه هذيك ربع العدويه لا يقصدوا بها اربع رعاة الحوار ولا ربع العدويه هذاك الشعار اطلق على ربع العدويه تضامنا معها اذا كان تضامن معها كان بالاجدري نحطوا علم سوريا سوريا بلد عربي يستهدف من القوى الاجنبيه والقوى الامبرياليه ومن امريكا كان من احرى انه على الاقل نضع ربع العدويه حط معها علم سوريا هذا ملاحظه لكن الحوار هو مهم باش نوصلوا الى توافق والخروج من المأزق والازمه غير المسبوقه اللي تعيشها في البلاد الا بالحوار نؤمن ان الحوار ديما نكون تفاؤل اول دعاه الحوار الحزب الجمهوري من قبل انه هو مد يديه للحوار مع الاطراف الكل وقع اتهامه كي تحاور مع النهضه كمكون في المشهد السياسي قالوا له سنجيب نجيب الله تحاورنا مع النداء مع الفلول وتوا الناس كل ولا تتحاور مع اختلاف في 180 درجه في المواقف الحوار برايي يوصل للحل حتى كان تو وصلنا الى مازق او وصلنا الى لا حل لا حوار جراء تسويف الحكومه مواطله وربح الوقت اما هي قالت سامي اخت سامي عبو قالت انه ناس تحب توصل للسلطه قالت حتى كلمه ما كانتش تتقال في التلفزه حيوانيه الى غير ذلك كان ممكن ان ما تتقالش لكن نقول لها الشق المعارض لم يطلب الحكم ولم يطلب السلطه بل طلب التسريع في انهاء المرحله الانتقاليه والتعجيل بالخروج بها في وذلك بصياغه الدستور اولا ووضع تواريخ للانتخابات وطالبوا باش طالبوا بحكومه انقاذ وطني من شخصيات كفاءات غير متحزبه تراسها شخصيه وطنيه واتفق عليها وما طلبوش الناس كل تتهموا بالانقلاب والمعارضه تنقلب على ما تنقلب تعرفش معناتها الانقلاب اللي ناخذ الحكم هل ان المعارضه طالبت المشاركه في هذه حزب الجمهوري نعطيك مثلا في لولا وقت اللي نادى في ماي 2012 قال بحكومه انقاذ وطني بعد سبع شهور وصارك السجال والتحوير الوزاري المطول بعد صارت حكومة انقاذ وطني رجعنا رأي الجمهوري لكن في التالي تعرضت علينا وزارات سيادة قلنا لا احنا المرحلة دي مرحلة تأسيسية مش مرحلة حكم مرحلة تصريف أعمال ومرحلة تأسيسية لبناء ديمقراطي أما الناس اللي نقزت على الحكم معروف اللي ناس حاولت أن تشد الكرسي زي معروفة تكون الأطراف أما احنا ناس كل ونختلف مع عديد الأطراف يقول المعارضة تحب توصل للحكم لكن عبر الصندوق واحنا موقفنا الحزب الجمهوري لا يمكن الوصول إلا عبر الصندوق هناك فليتنافس المتنافسون انت قلت ضرورة الحوار أسبوع أو أكثر من الفوضات أين المشكلة حسب أنا حبيت أذكر بحاجة اللي هو الأمين العام للاتحاد عام التونسي للشغل حسين العباسي أعلن اليوم رسميا تعليق المشاورات للحوار الوطني مع الأحزاب السياسية وفي نفس الوقت حذر من كارثة اقتصادية إذا الحوار ما جاب حتى نتيجة ما نساوش اللي هو زاد قال إذا كان ما جاب حتى نتيجة الحوار إذا كان أطراف المتحاورة ما توصلش تخرج بنتيجة إيجابية باش نخرج الشعب التونسي ونعطي أربع حقائق لأنه كان باش يدخل معنا سي حسين العباسي اللي كان عنده جلسة يعني اجتماع طارئ هذاك علاش اعتذر في آخر اللحظة الحوار أعتقد أنه حوار أجوف وحوار فاشل علاش؟ على خاطر منها بالعاميه البسيطه كل حد شيطانه في جيبه وكل حد ماهوش حاب يتخلى على البريجوجي نتاعو معناها الافكار المسبقه نتاعو على الحزب الاخر داخل مش باش يسمع داخل باش يقنعك وباش يفرض عليك رايه اي طرف سواء كان من هنا ولا من هنا هذه العقليه نتاع الحوار بالطريقه هذه ما تنجحش بالكل انت عندك افكار مسبقه على الطرف الاخر وداخل باش تفرض مش باش تتحاور ولا باش وداخل باش تتسكر وذنك زاد ما تسمعش الطرف الاخر اش قاعد يقول لك وين اذا ما فماش تواصل سي جبران احنا هنا ما فماش تواصل تقول لك احنا حاضرين الحوار والترايك تقول احنا حاضرين الحوار اذا كان انا ومن بعد تصادمات باش ندخل نتحاور معاك وانا متمسك برايي ومتشبث به اين الحوار في ذلك ثم تلقي ثم بث ومتلقي
اذا يا تسمعني يا رايي، هذا هذا هو رايي وهذا هو الاصوب، وكاش انت رايك ما نستعرفش به. على المستوى اذا هذايا ما تنجحش الحوار هذا على المستوى النظري. على المستوى النظري باش ينجح الحوار يا خويا نترك الافكار نتاعي، ندخل لصفحه بيضاء ونشوف المصلحه واحده، مصلحه تونس، مصلحه الشعب نتاعنا. احنا عندنا ازمه اقتصاديه، عندنا مواجهه للارهاب، لازم العباد كلها تتفاهم، والطبقه السياسيه تنحي الافكار نتاعها المسبقه والصراعات الايديولوجيه نتاعها وتلتف حول معناها طاوله واحده، وباش يحاولوا باش يخرجوا وينقذوا البلاد هذه من الازمه اللي يعيشوا فيها. علاش فما تشبث اقتصادية، ازمه امنيه، ازمات على شتى الاصعده والمستويات، ومش نوصلوا معناها الاشياء كارثيه راهو حسب الخبراء وحسب المحللين الاقتصاديين والمحللين السياسيين. اذا لابد باش الواحد يدخل الحوار بعقليه نظيفه، مش بعقليه نتاع الستينات وبتاع السبعينات والصراع الايديولوجي، وانا نحب نفرض عليك رايي ورايي هذا هو الاصوب وانت رايك ما يجحد شيء. والادهى والامر، الادهى والامر توا هذايا تونس، هذايا بلادنا احنا جميعا، شان داخلي ما رانا الا اطراف خارجيه واجندات خارجيه ودول خارجيه تتحكم في مصير الشعب هذايا. وقاعدين نشوفوا في وسائل الاعلام، وسائل الاعلام هذايا سفير فرنسا وسفير ايطاليا او سفير المانيا، وكل حد يفرض عليك أجندة معينة. علاش؟ على خطر حطينا روحنا، على خطر إذا كان حكومة هشة وشعب فاشل في عملية الانتقال بين ظفرين، بوادر فشل في عملية الانتقال الديمقراطي، فأنه الوضع يسمع بتدخل سواء كان إرهاب أو يولد الإرهاب. إذا كان وضع هش يسمح بتدخل الإرهاب على خطر معناها وضع سياسي هش، كذلك يسمح كذلك ببعض الدول الخارجية اللي باش تحب تفرض عليك أجندة خارجية نتاعها، وعلاش لتحقق للحفاظ على مصالحها. ما تنساش عنا راهو اقتصادنا مربوط ب 80% مع الدول الاوروبيه، مع الاتحاد الاوروبي، وبالتالي فانه هذو مصلحتهم باش يفرضوا اجندات معينه للحفاظ على مصالحهم الاقتصاديه داخل تونس. وتونس هي بوابه للعالم العربي حاليا. علاش؟ على خاطر فيها، هي اللي بدات فيها الثوره، وهي اللي انطلقت فيها الربيع العربي، وهي اللي مش انطلق فيها برامج الانتقال الديمقراطي، وهي اللي مش تصير فيها تنميه على مستوى المستقبلي، وهي اللي تنبؤ لها معناها بنجاح اقتصادي ونجاح سياسي. وبالتالي فانه العديد من الدول الخارجيه تحب تنفذ اجنده نتاعها عن طريق بعض الاحزاب وكذلك بعض الجمعيات. هنا ما نقول زاد المسؤوليه الكبيره للحكومه، مسؤوليه انا نقول مسؤوليه كلها مشتركه للطبقه السياسيه، اللي هي طبقه غير معناها ما تنظرش لمصلحه البلاد، وانما تنظر للمصلحه نتاعها الحزبيه الضيقه، مع كامل احترامي للحزب الجمهوري انا راني منصنف حتى متبقينا الطبقه السياسيه اكدت فشلها سواء كان من المعارضه او كذلك حتى من السلطه الحاكمه. طيب مع سي جبرة اكيد خاطر شوف الفشل هو فشل سياسي، تمشي معي؟ اي فشل سياسي في الطبقه الكل، طبقه سياسيه كامله. تعرف علاش فشل سياسي؟ اذا كان اربع منظمات غير سياسيه هي ترعى الحوار، دليل قاطع تمام فشل سياسي. لكن المنظمات هذه منظمات عريقه، تعرف قلما تجتمع لوتيكا مع ليجي، عمرك ما تقابلوا مع بعض في بالي عبر التاريخ تقريبا في بناء الدوله في الاستقلال، وتو دليل على ان ازمه خانقه. لكن انت اعطيت مؤشرات اقتصاديه، مؤشرات اقتصاديه مفزعه. سيده وداد بوشماوي اطلقت صيحه فزع، قالت يا ناس رانا وصلنا الى الخطوط الحمراء، الى مسند الدين، أرقام مفزعة 7.4 نسبة العجز، نسبة التدين مرتفعة، تصنيفنا دافوس 83 وصلنا، تدحرج تقريبا 43 نقطة، كذلك ترقيمنا السيادي نزلنا دينار وصل إلى أطعس فترات خلال هذه الأرقام، والناس مزاز مشبثة بالحكم، كذلك ذل الإرهاب متغول الشعام باغتيالات، الوضع الهش هو اللي وضع الامني والاجتماعي تو سياسي. عملنا ثوره ولا عملنا ثوره سعد الوهيب كلمه كراو تقول انت احنا وضعنا الاقتصادي وضع متدني وكل شيء معناتها ماشي وهو طايح واجتماعي وامني، والمنظمات الراعيه الاربعه اللي هما لوتيكا والاتحاد والهيئه الوطنيه للمحامين وكيف كيف ربط الدفاع عن حقوق الانسان كلهم، معناتها هذه مبادره ما جاتش من اطراف سياسيه. هذه دليل يظهر لي انه الاطراف السياسيه كلها بمعارضتها وحكومتها ماهيش واعيه اللي الوقت ماهوش وقت التجاذبات. يعني اذا كان منظمات كيما هكا تطلق صيحه فزع والمعارضه والحكومه ما زالت متشبثه بارائها، معناتها لوم الحكومه ولوم المعارضه زاد الزوز صحيح. تو تلوم شوف
هو شكون شد خاطر خاطر المعارضه تجي تقول احنا نلوم الحكومه والحكومه تقول احنا نجي نلوم المعارضه. شوف شكون الشعب راهو مشكلته مش في الكرسي، اذا كان تبدل واحد من الكرسي ماهوش باش يتفرهد اموره. الشعب اموره يحبها تتفرهد في الاقتصاد نتاعو، في امنه، في اجتماعه، في قفته، في شهريته، في قروضاته. مش مشكلته شكون تبدل وشكون قعد، هذا يلزم وعي سياسي. مش هكا سي عبد الوهاب؟ اكيد. شوف مسؤوليه من؟ ايوه مسؤوليه من؟ جاوبني انت بسرعه. اكيد مسؤوليه من؟ شكون شد السلطه؟ شكون شد الحكم؟ هو مسؤوليته. خاطر يقول لك ساعات يقول شوف التعلة انه تو رانا ما يلزمنيش نستمروا في الحكم خاطر نحاربوا في الارهاب. تو في وضع في حرب ضد الارهاب لازم نواصلوا الاستمرار الحكم، ويعطيك الحد الاقصى والمراحه في نفس المكان باش الحوار يطول خاطر ربح الوقت هي مساله هي مناوره. خاصه نشوف وقتاش تعرف اللي هو كما قال سي جبران هو حوار طرشان زيد ثم صمم قاعده تقوم فيه الحكومه والاحزاب الترويكا من خلال المواقف، موقف الشيخ راشد نوى، موقف النهضه نوى، موقف الحكومه نوى، موقف سي مصطفى بن جعفر نوى، موقف التكتل نوع اخر، موقف المؤتمر نوع اخر. ما عرفناش فوضى من المواقف. شنو هو الموقف الرسمي نتاع الترويكا؟ شنو هو الموقف الرسمي نتاع الحكومه؟ في خلو لا يقول لك احنا موافقين على هذه حكومه انقاذ وطني، لكن مش توا بعد 8 اسابيع، لا يقول لك 4 اسابيع، لكن لازمنا نوزنوا الحل. ايش قال سي مصطفى بن جعفر؟ صحيح يعطيه الصحه في الخطاب قال لنا اللي هو راهو يخاف ربي واللي هو ما يخاف من حتى حد. وصحيح اللي يقول هو يلزم مش مسموح لنا بالفشل، رغم أنا ديما عندي ثقة في الدرجة الثانية في الحوار، معروف 4 ساعة الأخرانية لازم تكون حاسم ونجدوا فيه الحل. وديما يقولوا ثم ما ثماش مشكلة من غير حل، لازم نلقاو حل. كما قال سي جبران الحل فيهاش هو نحو هذه المصلحة الحزبية الضيقة والتغول والتهافت نحو الحكم والسلطة والتشبث بالكرسي. تو جي المرحلة دائمة، تو جي الانتخابات واربح ساعتها صح عليه. أما تو في الفترة هذه في الظرف الخانق وفي الأزمة تعيشها البلاد على جميع المستويات وغير مسبوقة وخاصة الظرف الدولي مناخ الدولي تو شوف، وما نعطوش تنازلات مؤلمة كما قال سي حسين العباسي. وإحنا عدنا أمل كبير من هنا نهاية الأسبوع، خاطر هنا تمديد في الأسبوع الثاني، وعدنا أمل كبير من نهاية الأسبوع أنه نوصل الحل، رغم أن الرسائل اللي قدمتها الحكومة غير مطمئنة. كيف؟ أنا الحكومة متواصلة تعنت خلال التعيينات، بدل ولي يحط ولي آخر، مواصلة في الإمعان في السيطرة على مفاصل الدولة، التعيينات المسترابة في عديد الدواوين واللي صارت معناتها جدل كبير في خصوص الطيران المدني وديوان الطيران المدني وكذلك في ديوان التجارة. هنا معناتها متواصلة على مفاصل الدولة. هل أن بالعقلية هذه عقلية السيطرة على مفاصل الدولة وحياد الإدارة اللي احنا طالبنا، باش طالبنا احنا تو كي دخلنا الحوار باش طالبنا؟ باش طالبنا؟ طالبنا أولا إنهاء الدستور، إنهاء المرحلة الانتقالية المضي قدما نحو الانتخابات في أقرب أجيال، تحييد الإدارة، تحييد المساجد من التكفيرين وأصبحت منابر للتكفيرين، وكذلك معناتها على الأقل نفكروا في المواطن، بكر المواطن، عيشة المواطن، في قفة المواطن، على الأقل الملفات الحارقة نعالجوها باش نخرجوا من المأزق. برشا ملفات اللي تم السكوت عنها. مثلاً بعد شوية نشوفوا مع أهم ما جاء في كلمة السيد مصطفى بن جعفر في خطابه الأخير، ومن بعد نرجع لسي جبران باش نحكيوا على أهم التنازلات اللي لازم نشوفها من بعض الأطراف خاصة الترويكا والمعارضة الطرفين. بعد نذكركم أنه عنا مكالمة هاتفية مع سي عبد اللطيف المكي باش نسألوه ونحكيه معاه فيما يخص التصريحات اللي قام بها اليوم. شو بعدنا نشوفه أهم ما جاء في كلمة سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. القرار اللي خذيته ما عجبش الناس كل، لكن في نفس الوقت نعرف اللي حتى الناس اللي ما يفكروش كيفي وما وافقوش على هالقرار هذايا حافظوا جزء كبير منهم على الأقل على ثقتهم في رئيس المجلس. وبالطبع لاحظنا وأن وقعت بعض تجاوزات، انزلاقات، تصرفات اللي هي في الحقيقة ما هيش لائقة، وهذا نقوله مش من منطلق شخصي لكن من منطلق
احترام هيبة المؤسسة. احنا يلزمنا نحميه تونس، ومسؤوليتنا وأن نقود الحوار إلى أن نصل إلى النتيجة اللي ينتظرها الشعب التونسي. الفشل ممنوع، ما عندناش الحق باش نفشل الحوار هذا. هذه هي المسؤولية متاعنا. وقت نقول الفشل ممنوع مانيش نتكلم في الهواء. اليوم ما ثماش ما يبرر كونه هالحوار هذا يفشل. المواقف قربت لبعضها، فما اتفاق على أن الحكومة هذه تقع تشكيل حكومة جديدة تترأسها شخصية وطنية مستقلة وتكون حكومة كفاءات، وفما اتفاق وأن هالمدة هذه اللي باش تستقيل فيها الحكومة وتولي الاستقالة واضحة ما تفوتش الأربع أسابيع. كذلك فما اتفاق بين كل الأطراف اليوم وأن المجلس الوطني التأسيسي يعني باش يخدم على روحه وباش يقوم بالمهام اللي هو وقع انتخابه من أجلها. هذا اتفاق بين الأغلبية وبين المعارضة. فما اتفاق وأن ما ثماش مجال باش يكون فراغ، يعني احترام المؤسسات الدستورية، وهذا سمعته من كل أصوات. واليوم فقط يعني اليوم برك سمعته من قيادات ومن الزملاء النواب اللي انسحبوا من أعمال المجلس. يعني كل هالمعطيات هذه يعني لو كان ينطلق الحوار اليوم نجم نقوله وأن نهار 10 أكتوبر نكونوا صدقنا على الدستور وتكون فما حكومة جديدة في يدها المقاليد تسيير الإدارة وتأمين المسار الانتخابي القادم. شنو اللي ناقص؟ ناقص كونه المنظمات الراعية للحوار تتحمل مسؤوليتها وتدعو كل الأطراف في أقرب وقت يعني قبل نهاية الأسبوع وينطلق الحوار على القاعدة هذه. وما نتصورش كونه في حياة الأمم وفي المراحل الانتقالية كما اللي تمر بها تونس أسبوع القدام ولا أسبوع التالي باش يولي معناتها مشكل وطني كبير ولا يشكل خطر كبير. وأنا كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي اللي الشعب أعطاه الأمانة باش يضمن الانتقال الديمقراطي في تونس، نحب نأكد وأني أقف على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية. بالطبع أنا عندي مسؤولية حزبية وسياسية، لكن كرئيس المجلس الوطني التأسيسي ما نلعبش اللعب هذا، وعندما ناخو الموقف لا أنحاز لا لهذا ولا لذاك، ناخذه من أجل تونس. نحب نقول وأن هذه مناسبة باش نأكد على الزملاء اللي اختاروا للضغط على الوضع السياسي وللضغط من أجل الوصول إلى حل الأزمة اللي تمر بها تونس، ندعوهم إلى الرجوع إلى دارهم، إلى الفضاء الطبيعي اللي هما انتخبوا من أجله، لأنهم انتخبهم الشعب باش يسيغوا الدستور وباش يأمنوا المرحلة الانتقالية. ما عندهمش الحق باش ينسحبوا وما يشاركوش فهالعملية هذه متاع البناء في المئة متر والأخرانين. أنا أدعوهم إلى الرجوع إلى بيتهم. أنا أدعوهم إلى الرجوع إلى بيتهم، هذه آخر كلمة أسمعناها من السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. توجه للنواب كما كنتوا تسمعوا بالعديد من المقترحات والنداءات باش يرجعوا ويكملوا الجلسات نتاعهم في إطار أنه تكون حكومة منتخبة في ضمن في خلال 4 أسابيع. كذلك العديد من المقترحات. حاولنا نتصل بسي عبد اللطيف المكي عضو مجلس الشورى لحركة النهضة، حابين نسألوه على التصريحات اللي قام بها اليوم. كيف حابين نسألوه على
شنو لازم يكون في الفتره هذه من تنازلات، خاصه انه المعارضه تتهم في الحكومه والترويكا انها تجذب لها في الدفه والعكس بالعكس. لكن سي عبد اللطيف ماهيش عين تيفون ان شاء الله يكون يتابع فينا ويتفطن للهاتف نتاعو. لكن كذلك معنا على الهاتف السيد محمد عبو، السيد محمد عبو اللي اقترح حزبه حزب التيار الديمقراطي عدة مقترحات للخروج من الأزمة السياسية. سي محمد تسمع فينا؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك سي محمد. أهلا. العديد من المقترحات اللي تقدم بها حزبكم حزب التيار الديمقراطي للخروج بالبلاد التونسية من الأزمة اللي راقت وما راقتش العديد من الأطراف السياسية، المقترحات كانت نجم تلخصهم لنا في كلمتين. شكرا. نحن والحاجة راو كانوا يلزم تكون واضحة، كانوا داخلين في مشروع ديمقراطي مش باش نخلقوا فيه قواعد تونسية مبتدعة ما جاتش بها حتى نظام ديمقراطي من قديم نزول الشوارع باش نغيروا باش نحيموا هسه مؤسسة الدولة اللي هي المجلس التأسيسي، ومن قبيل نزول الشوارع للضغط ولدفع مؤسسة عسكرية في وقت الأوقات للتدخل، ومن بعد في مرحلة ثانية كي نحسوا السيناريو هذا ما مشاش ولينا نحكيوا عن النضال السلمي، وفي مرحلة أخرى نحكيوا على الهجوم على ولايات ومعتمديات وتغيير موظفين، ومن بعد نقولوا لا الهجوم هذا سلمي. الحقيقة الشيء هذا ما نجمش يتقبل في ديمقراطية بقطع النظر على موقفنا من كل الأطراف. هذا باش تكون مسألة واضحة. كانوا يصير ضغط في اتجاه أحداث تغييرات فليكن، ولكن زاد وقت ندخلوا في الأصل ونتسالوا. اليوم الطلب هو شنو؟ الطلب كما تعرفوا ما يلزمش ديما نذكروا به، الحقيقة يلزم نهار 25 عملية اغتيال الشهيد محمد إبراهيم ربي يرحمه، وقتها بدات مطالب من قبيل اسقاط المجلس التاسيسي، حل المجلس التاسيسي، اسقاط الحكومه الى اخره. ما وقعش التركيز برشا على الملف الامني وضروره تحديد التغييرات، ما وقعش التركيز برشا على موضوع كشف الجنات وتصريحات المساله. وقتها هو من المفروض كان المفروض وقتها نوجهوا نسالوا شكون المسؤول مباشره على الخلل الامني هذا مهما كان المستوى، وقتها نبداو نحكيوا على تغييرات. اما اسقاط حكومه مناسبه كل مصيبه تجي تصيب تونس الحقيقه هذه من المعارك اللي شفناها قبل. أو صار الجريمة الفلانية وعاون اعتداء على فتاة لابد من اسقاط حكومة، أو صار الأخبار الفلانية لابد من اسقاط حكومة، هذه بداية سيئة للديمقراطية تعبر على كونه فما مجموعة من الأخيان عندهم مشكلة مع الصناديق. طيب مقترحات سي محمد قال شنو معناها التقاء هذه أو تقاطع معناها مصالح معجوزة من النظام السابق، هذه نحن رافضينه مع رفضنا لأداء حركة النهضة ورفضنا لأداء حركة النهضة اللي شجع الخصوم نتاعها كونه يتمردوا عليها في وقت من الأوقات. التعيينات اللي قامت على اساس معين معناها على الاقل في مستوى الولايات رغم نصائح المقربين منهم ورغم نصائح شركائهم راهي ماهيش فتره نتاع تعيين نفس معناها تعيين الناس على اساس انتماء الحزبي حتى كان ذلك ممكن قانونا. بعض الاخطاء اللي ارتكبوها بعض المسؤولين نتاعهم، تغييب الشفافيه، تغييب مطلق، عدم فتح ملفات الفساد، كل هذه امور خلت الناس معناها يبحثوا على بعض الاخطاء، وجزء من الناس يحسوا كون الحكومه معناها يبدا مرتعشه وضعيفه فسمحوا لانفسهم بالتحريض عليها، بالتحريض على الانقلاب، بالتحريض على التمرد. طيب سي محمد في ظل التجاذبات هذه السياسيه يقولوا كل شيء عبر وسائل الاعلام، وبحكوا الحكومه معناها متخوفه يدها مرتعشه لا تعمل على تطبيق القوانين بالشكل المناسب. طيب ما الحل سي محمد عبد؟ معناها بعد قرون من السداد ومن الكبت فما ناس ماهيش فاهمه الحدود نتاع الحريه وين تجب تقف في مجتمع ديمقراطي، ومانيش نحكي على مجتمع السدادي. هذه هي تقريب المحسن نتاع الاشكاليه. نحن اليوم اللي يروا على كل حال بعد التقييم هذا هو ما يلي، هو كان يرجع النواب المجلس التأسيسي لما وقع انتخابهم من أجله وهي كتابة الدستور، وهما يعرفوا ونتحدى أي حد منهم يقول لا يش تصير انتخابات، يعرفوا كانوا الانتخابات تصير بعد بضع أشهر إذا رجعوا هم المجلس التأسيسي وكملت لجنة توافقات العمل نتاعها سيقع بالوضع الدستور في ظرف شهر أو شهر ونصف يقع التصويت عليه. قبلها يكون وقع انتخاب أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات ناقص زوز أعضاء وتعيين الرئيس، بعد الدستور يقع وضع القانون الانتخابي وهذا مقدور عليه في مدة زمنية قصيرة. هذه مكننا من كون تكون عندنا انتخابات في بداية سنة 2014 وخلنا نخرج من المرحلة الانتقالية هذه بأخف الأضرار ونحافظوا على الديمقراطية. وطبعا الصندوق راه ما يعطيناش اللي نرغبوا به، نحن شكون قال نحن فرحانين بنتيجة الانتخابات اللي فاتت. كل طرف يحاول يقنع الآخرين ويقنع الرأي العام ويقنع التوانسة الناخبين بكونه هو الأهل الحكم، إذا ما جاش في الدورة هذه لازم يفهم رانا في مصاري ينجم يمتد حتى لسنوات او حتى لعشرة سنوات ويتذكر كونه رانا خارجين من المرحله
نتاع السبات سنحافظ على الديمقراطيه ببعض السلبيات نتاعها خير لا قدر الله نرجع للسبات. هذه هو اللي طيب. سي محمد عبو سي محمد سي محمد بحذايا في الاستوديو سي جبران ترابلسي محامي وناشط حقوقي حبي يتفاعل معك. نجم سي جبران توصلوا السؤال نتاعك. تحيه ليك استاذ محمد عبو. اهلا وسهلا استاذ. أنا حبيت نتوجه لك بالسؤال في ثلاث مسائل اللي هي تشغل بال السياسيين وثم فيها تجاذبات بين السلطة وبين المعارضة. قانون العدالة الانتقالية شنو هو مصيره في تجاذبات هذه؟ قانون تحصين الثورة، أرشيف البوليس السياسي ورابطات حماية الثورة، شنو هو موقف الأستاذ محمد عبو بوصفه في التيار الديمقراطي حول تلك المسائل الهامة والحساسة واللي هي يمكن عطلت بعض الشيء؟ علاش ما نقولوش معناها بكل صراحة اللي عطلت بعض الشيء الحوار وما خلتش الحوار يبدأ، مش حتى معناها مش حتى يبدأ ويخدموا فيه. هي على كل ما يحير في الأمر كونه وقتها يتحركوا بعض السياسيين فاهم شكون عنده 40 سنة 50 سنة سياسة في باردو على سبيل المثال المفهومة من السياسي يعرف شو مليح شقاد يعمل ويعرف شو اللي يحرك فيه وين يحب يوصل ان شاء الله يطلع يعرف، ولكن على كل حال بشكل عام يعرف شو قاعدين يعملوا. ليش كان هو كان يقع قدام الاف الاشخاص بكونهم بسبب ثوره ضد نظام رجعي وكانوا هما التقدمين ويفركسوا مصلحه البلاد، وانا فهمها معناها فما رغبه عند الشباب عند حتى كهول عند ناس ما شاركتش في الثوره ولا ناس شاركت في الثوره زاد مازال عندها تتصور مسار الثوري مازال متواصل. الحقيقه مانيش عالم الاجتماع ولكن يلزمها تحاليل المساله هذه، وتنطلق المساله معناها بقتل الشهيد في البدايه ثم بعد ذلك بأداء سيء الحكومه لابد من رحيله تخوف من الرجعين ولابد من اقصاهم، ثم بعد ذلك يطور روحهم يدافعوا من غير ما يشعروا على تحالف ولا جلسه ولا قاعده صار فيها نقاش على قانون تحسين الثوره او غيره من المسائل. هذا شيء حير معناها كيفاش الالاف هذوما يخرجوا ويتلاعبوا بهم سياسيين ويمشوا مين يحبوا يوصلوا. أنا العدالة الانتقالية اليوم يظل معرض التآمر ومش فاهمين بيها مش فاهمين فيه برشا ناس. اللي يجي يقول اليوم مجلس السياسي لازم يكمل العمل نتاعو فقط في الدستور وفي المسائل هذه التأسيسية فقط على الدستور سمحني والقانون الانتخابي والشوهية الإشراف على الانتخابات. ما توا مازال ما قالش التوانسة علاش تحب مدونة فقط؟ شو الإشكالية؟ طبعا لازم يوضح يظل فما ناس متقلقة من بعض القوانين كما قانون تحسين الثورة كما قانون العدالة الانتقالية وغيرها من القوانين، يقول لك ما لازمش تبقى اطلاقا عند مجلس التأسيس بدعوى كونه طول القلوب والناس برا ما طولش. اللي خلى الناس تقول طول هو اللي مشى صحوا في وثيقه يقول في عام نكملوا مجلس التأسيس، واضح ما تنجموش تكملوا من الاول قلنا ما تنجموش تكملوا اللي في عام المجلس التأسيس، ولكن على كل حال هذا صار اختيار ومشينا فيه ووقع تجاوز السنه هذه وتو نحن في المرحله الاخرانيه بالحق في ال 100 متر الاخرانيه. اما فعلا كانوا برشا شاركوا في التحركات هذه وفاتتهم بعض المطالب المغزى منها شنو وانا في تصوري المغزى منها هي برشا قوانين علاش من بين هذا هو قانون تحسين الثوره وقانون العداله الانتقاليه. في موضوع رابطات حمايه الثوره نحن راهو باش نكونوا واضحين ومن قبل مش من اليوم رابطات حمايه الثوره ولا غيرهم ونحن وانت واي شخص يجب يكون خاضع القانون في مجتمع ديمقراطي. فما شكون يرى كون نحن ما زلنا في مسار ثوري ونجم يبرر له هذا معناها كونه يكون موجود في الشارع الى اخره، هذا منطق جماعه باردو. جماعه اللي مع الشرعيه لازم يفهموا اليوم كون المطلوب الدفاع على الشرعيه هو تحركات سلميه اما مش تجيش الشارع، هو نضال سلمي هو التعبير هو نضال عرايض هو كل المسائل هذه هو الضغط على المجلس ليرجع للعمل ليصدر قوانين الى اخره هذه كلها مسموح بها، ولكن طبعا نحن ضد تجيش الشارع من هنا وهنا. اما فيما يخص المطلب المتعلق بحل رابطات حماية الثورة فهذا موضوع ثاني. نحن ديما نقولوا حل رابطات حماية الثورة ولا أي جمعية ولا أي حزب يتم تطبيق القوانين. اللي عداوا سنوات وهما يقولوا رانا نحن مع تطبيق القوانين واللي مشاو هما بيدهم عملوا قانون خاطر تعمل في سنة 2011 في عهد سي الباجي خالد سبسي القانون المنظم للأحزاب والقانون المنظم للجمعيات واللي هو قانون تحرري في الحقيقة ما يسمحش للسلطة السياسية بحل الأحزاب. من المفروض كانوا اليوم يطبق القوانين هذه ويدعو لتطبيقها. نحن ما طلبنا به هو يكون من مارس العنف يوجه له تنبيه يواصل نفس الممارسه نتاعو تعليق النشاط ثم في المرحله الاخيره نمشيو نحكيو على الحل نتاع الجمعيه ونتاع الحزب زاد خاطر حتى قانون الاحزاب يسمح بنفس الشيء. نحن اللي نطلبوا به هو تطبيق القانون على الجميع على اليمين وعلى اليسار. اما مش طرف هذا نقولوا نحلوه خارج القوانين وطرف اخرى تمارس العنف وفاهم شكون يدعو لحل مؤسسات الدوله رغم القانون يقول كان على الجمعيات وعلى الاحزاب يقول ان تدافع على سياده القانون. يظن الكل موضع انفسهم في نفس الموضع معناها اللي يسمح
بتوجيه تنبيه لهم ما نتمناوش حتى حل جمعيه للحزب ولكن عند الاقتضاء القانون راه يطبق ما يطبق على الناس الكل دون تمييز بين يمين ويسار وبين اي تونسي وتونسي اخر. ضيفي في الاستوديو حبوا يتفاعلوا معك سي محمد كيف كيف سي عبد الوهاب مش باش نحرفك ما تعصبش عليك. سؤال اخير مثال يسالوا سي عبد الوهاب خاطر طلب الكلمه حاب يتفاعل مع سي محمد عبو ليك الكلمه سي عبد الوهاب ما عادش عندنا برشا وقت ماذا بينا نختصروا شويه. في غايه الازياء تحيه ليك سي محمد بحكم انك خرجت من ترويكا وماكش من المعارضه في انا بين البينين. سي محمد نعرف دورك ومبادئك ما نشكش فيها من قبل. سي محمد تنجمش تلعب دور الوسيط خاصة أنك أن المرحلة هي مرحلة سياسة بامتياز. أنك تلعب دور الوسيط وحل حالة الأزمة مع المنظمات الراعية للحوار وتحاول أنك تقرب الفرقاء في الحوار ونوجد حل لهذه الأزمة الخانقة. ونجم أنت تلعب دور كبير برشا. ماشي. شكرا. هو نحب نوضح شيء، نحن منشر في مرحلة وسط بين المعارضة والسلطة، نحن في معارضة بكل بساطة لسبب بسيط، كان السلطة تحكم ونحن نعرف فيش معناها، معناها ننتقدوا في الأخطاء نتاعها ومعناها زادة كنا ندلناها معناها للإصلاحات اللي ضروري القيام بها، وحتى كي تجي فرصة زادة باش نذكروها ونقولوا لها راهو اللي قاعد يصير نتيجة كونك ما سمعتش كلام في وقت من الأوقات تقلق على وضع المجتمع التونسي توا وعلى وضع الخروج من الثورة والمرحلة الانتقالية من مرحلة الخروج من مرحلة السداد عفوا والمرحلة الانتقالية إلى آخره، إذا كنا دور المعارضة، دور المعارضة تطرح نفسها بديل، فنحن طرف طبعا ما نجمش نكونوا كان طرف في أزمة في بلاد أما ما نجمش متسببين فيها، هذاك علاش حلنا هو مش إجا ونقعدوا الناس الكل مع بعضنا ومن يتنازل لمن نحكي بمنطق واضح اللي حصل في بارد وغالط فيما يتعلق بالجانب تاع الخيالي وما جزء من المعارضة اللي قالوا الانقلاب على مؤسسات الدولة وفي وقت القاد حل المجلس السياسي وتوا يهدوا به ومرة قدام ومرة التالي هذا كله خطأ وعضو المجلس السياسي يقع انتخاب وما يجبش كمل خدمته ويستقيل كما استقالوا غيره. سي محمد سي محمد سي محمد سؤال أخير على خاطر ما عادش عندي برشا وقت. الحكومة يلزم تطمن الناس على الانتخابات، التعديل الضروري فيما يتعلق بسلك الولايات المعتمدين ليقطع حد من حركة النهضة بقطع نظرة مسألة الكثافة، تغييرات في المؤسسات العمومية الإعلامية، مؤسسة الإعلام العمومي لابد من إحداث تغييرات فيها لتطمين الناس، وفي بعض المناصب اللي طرحت بعض الإشكاليات يقع المناقشة فيها مع المعارضة، هل هي بالفعل طرح إشكاليات؟ وإذا ثبت كانوا فعلا طرحت إشكاليات بشكل جدي يقع إحداث تغييرات لتطمين الناس. تعديل وزاري جزئي ما فما حتى مشكله، ينجم يحسس نادين حصول الحكومه ويربي شويه المعارضين معنا اللي يراوا الاداء السيء رغم الحقيقه ماهيش مصدق اللي هما الغايه تاع التحركات هذه الكل هي الاداء السيء، هذا راينا. الجلوس الوسط تقريبا وجهه نظر، طبعا نحن تربطنا علاقات طيبه على اليمين وعلى اليسار، لكن طبعا مواقفنا الاخيره غضبت منا بعض الناس في اليمين وغضبت منا بعض الناس في اليسار، وخلينا ندعي وكانوا نقولوا في كلمه حق اللي تغضب بعض الناس ولكن يبقوا ديما اخواتنا ولاد بلادنا الطرفين. سي محمد عبدو سي محمد مش نقعدوا نتفرجوا في حد يشعل في تونس طيب. وقال شنو رانا اصدقاء وخير طيب. حقيقه سي محمد ما هو وقع الاجندات الخارجيه؟ سي محمد كنت تسمعني في كلمتين، وقع الاجندات الخارجيه في الحوار الوطني الان تحس انه فما او تعرف انه فما يعني اجندات خارجيه تتدخل توا في الحوار الوطني؟ اش خلينا توا نوصلوا ساعات الى نسمعوا انه فما الحوار هذا مسدود من الطرفين من المعارضه او من الترويكا؟ والله هو من تاريخ تونس من القرن 19 والطرف الاجنبي دخل في السياسه الداخليه في تونس، هذه مساله متفقين فيها، حاجه واحده معروفه اللي يحترم نفسه خاصه بعد الثوره يقوم بالاجراءات اللازمه لاحترام حقوق الانسان وعدم المساس بها، الالتزامات الدوليه نتاعو يحترمها، يقاوم الارهاب ويقاوم كل مظاهر الاجرام ويتعاون مع كل اجهزه العداله في العالم في اتجاه مقاومه الظاهره هذه من العالم الكل. اللي يقوم بالواجبات هذه وخاصه في بلاد كما تونس فما امكانيات كبيره باش نجموا نعملوا حاجه ما تكلفنا شيء، اجراءات شفافيه الحوكمه الى اخره اللي وعدنا بها الناس الكل في وقت من الاوقات وما تعملتش واللي هي تنجم تعطي صوره ايجابيه جدا على تونس. اللي يعمل كل هذه الاشياء انا ناكد لك مصلحه حتى اجنبي يتجرى كون يتدخل في السياسه الخارجيه في السياسه الداخليه. شكرا لك سي محمد عبو. لكن الوقت يشد اخطاء على هذا الطرف وذاك. هذاك هو المدخل بالنسبه للاجنبي ربما لتقديم بعض المطالب نتاعو، وهذه فرصه باش نقولوا نشكر كل جانب يتدخل وقت الاستبداد للضغط على النظام بن علي، اما بن علي راهو هرب تو في السعوديه وتو راهو توانسه قادرين على حل المشاكل نتاعنا وحدنا ومش مقبول من اي طرف في تونس اليوم كونه يستقوى الأجنبي. شكرا لك سي محمد عبو ما عادش عندي برشا وقت. من الثقوية به الأجنبي على بن علي، يعني النظام السدادي وعنده جيش وشرطة وخارج القانون. اليوم الحقيقة ما فما حتى حد ينجم يسبب بالتونسيين وربي يسر طبعا ربي يسر
فما فماش حقيقة مبرر معناها للالتجاء لهذا الطرف أو ذاك، وما فماش مبرر الطرف الأجنبي باش يحكي في تونس أكثر من المسائل اللي تعنيه واللي تسبق مني ذكرتها، وخاصة من هذا الجانب الأمني اللي هو يعني العالم الكل، وطبعا الجوانب الاقتصادية والاتفاقيات نتاعنا كنا نحترموها، هذا هو اللي يعني الأجنبي يظل. شكرا لك سي محمد عبو، أمين عام حزب التيار الديمقراطي. حابين يكون بحثنا حقا سي محمد، لكن التزاماته الشخصية منعته أن يكون حاضر بحثنا، لكن مثلاً أوكي بحثنا في الأستوديو. سي جبران، ما هي التنازلات المطلوبة من الطرفين في هذه الفترة؟ التنازلات المطلوبة من الطرفين في هذه الفترة هي تنازلات عديدة. أول حاجة كما قلت لك، اللي يحب يدخل الحوار لابد باش يدخل برأي وعقل نظيف، ما غير أفكار مسبقة ومن غير بريجيجي على بعض الطرف دون الآخر أو على طرف دون الآخر. هذا لازم يكونوا أول حاجة نعملوها أرضية مشتركة للحوار، أرضية معناها بناءة لإنجاز الحوار هذه. به ومن بعد ثم بعض التنازلات اللي هي موجودة في بعض، أول حاجة في تشكيلة الحكومة تركيبتها إندرا، هي تواصل الحكومة اللي هي حاليا موجودة إلى غاية الانتخابات، أو أنه نقوم ببعث حكومة إنقاذ وطني